جسم الإنسان. ومن المحافظات الجنوبية نتعرف على كتابة أو مبادرة كتابة القرآن الكريم بخط اليد. وضمن محطاتنا اليومية سنكون مع أبرز ما تداوله النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في فقرة سوشيال مع نورا اللاتي. وهل يمكن أن نتوقف عن التدخين؟ اليوم نتحدث عن نصائح نفسية للإقلاع عن التدخين. وبفقرة زراعية سنكون مع تقليم وتركيب الأشجار مع المزارع جمال حمد، والفقرة التي أعدتها الزميلة نادين جواريش. وفي آخر محطاتنا اليوم نتعرف على الوجبة اليابانية الشهيرة السوشي. وكالمعتاد لدينا العديد من المحطات المسجلة وأيضا النوافذ المباشرة. ستطل علينا زميلة مي المصري من طوباس الحديث عن إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا في محافظة طوباس. صحيح، أيضا زميلنا محمد شطية رح يأخذنا هيك في جولة في الطبيعة الفلسطينية لنتعرف أكثر على الحجات اللي بيقطفوا الزعتر البري في هذه الأجواء وهذا الموسم تحديدا. تمام، هيك ببلش صباحنا بكل الأمل والخير، وإن شاء الله دائما بيحمل لكم الخير مع بداية الأسبوع كالمعتاد مع وقفتنا الإخبارية الصباحية حالة الطقس وأبرز ما جاء في المواقع الإخبارية. بعد وقفة قصيرة ابقوا معنا. صباح الخير من جديد مشاهدينا الكرام، اهلا بكم الى حاله الطقس لليوم السبت. يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ويطرا ارتفاع ملموس على درجات الحراره مع بقاء الجو باردا نسبيا في المناطق الجبليه ورياح شماليه غربيه خفيفه الى معتدله السرعه والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج. نطالع الان درجات الحراره المتوقعه في مدن محافظات الوطن الشماليه والجنوبيه، ونبداها من القدس العاصمه المحتله التي تسجل اليوم 17 درجه مئويه، في رام الله 16 درجه مئويه، في نابلس 18 درجه مئويه، طوباس 22 درجه، جنين 21 درجه، طول كرم 19، قلقيليه ايضا 19 درجه مئويه، وسلفيت 17 درجه مئويه، اما اريحه فتسجل 25 درجة مئوية، وبيت لحم 17 درجة مئوية، والخليل 16 درجة مئوية. إلى محافظات الوطن الجنوبية نبدأها من غزة التي تسجل 20 درجة مئوية، دير البلح 21 درجة، وخان يونس 20 درجة، أما رفح فتسجل 21 درجة مئوية. هذا بالنسبة لمحافظات الوطن الشمالية والجنوبية. الآن نطالع درجات الحرارة المتوقعة في بعض مدن في بعض عواصم الدول العربية والعالمية.
مشاهدينا هذا كل شيء بالنسبة لحالة الطقس. أكيد نتمنى لكم نهار جميل ودافئ. بعد لحظات نكون مع الجولة الإخبارية يسحبنا فيها علاء. صباح الخير من جديد مشاهدينا بجولتنا الإخبارية اليومية كالمعتاد، نطلع وإياكم أبرز ما جاء في الصحف ومواقع الإخبارية المحلية العربية والعالمية. نبدأها من وكالة وفا للأنباء والمعلومات. وعلى أولاها، الاحتلال يصيب مواطنين ويعتقل آخرين ويمنع وصول المصلين للأقصى. في هذا الخبر، وصل الاحتلال الإسرائيلي أمس الجمعة الانتهاكات بحق أبناء شعبنا وممتلكاتهم في الضفة الغربية والقدس المحتلة، حيث سجلت عدة إصابات جراء قمع المسيرات الأسبوعية المنددة بالاستيطان وجدار الفصل العنصري، فيما جرى اعتقال 5 مواطنين في مدينة القدس التي شهدت تضييقات من الاحتلال على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة الجمعة. نكمل إياكم، ومن الأخبار التي لها علاقة أيضا بجائحة كورونا والإجراءات الوقائية، أرجوب يؤكد استمرار إغلاق محافظة جنين لليوم السبت. في تفاصيل هذا الخبر الذي نشر بالأمس على صفحة على وكالة وفا، أكد محافظ جنين أكرم أرجوب مساء أمس الجمعة استمرار إغلاق محافظة جنين يوم السبت. وقال في بيان صحفي أنه بالنظر لما تداوله البعض حول انتهاء فترة الإغلاق التي أقرها مجلس الوزراء، نود أن نؤكد أن العمل بالإجراءات الحكومية مستمر ليوم السبت، وعليه يكون الإغلاق شامل لجميع مناحي الحياة في المحافظة باستثناء المخابز والصيدليات. هذا وأشار أرجوب إلى اقتراب عدد الإصابات النشطة فيروس كورونا في محافظة جنين إلى 1000 إصابة، الأمر الذي يستوجب مزيدا من الحذر والالتزام بالتباعد الاجتماعي والتقيد بالإجراءات الحكومية. نكمل إياكم أيضا من وكالة وفا، ومن الأخبار التي جاءت عليها، الشرطة والاستخبارات يكشفان ملابسات مقتل مواطن في رام الله وتقبضان على مشتبه بهم. في هذا الخبر، أعلن الناطق باسم الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي رزيقات أن الشرطة وجهاز الاستخبارات العسكرية كشفا ملابسة مقتل المواطن أشرف الفروخ الذي قتل في بلدة المزرعة الشرقية شمال رام الله. وقال رزيقات أنه بناء على تحريات مشتركة أجراها فرع المباحث العامة في شرطة محافظة نابلس وشرطة محافظة رام الله والبيرة وجهاز الاستخبارات العسكرية بنابلس، تم حصر الاشتباه بأحد الأشخاص المشتبه بهم بقتل الشاب يوم الأول من أمس، وعلى الفور تحركت قوة من المباحث العامة وقبضت عليه أثناء تواجده في بلدة حوارة جنوب نابلس. وأضاف رزيقات أن التحريات التي قامت بها الشرطة والاستخبارات العسكرية أدت للقبض على شخصين آخرين مشتبه بهما، تم تسليمهما للشرطة. ننتقل وإياكم إلى الحياة أو عفوا الأيام، والاحتلال يمنع مجددا سكان الضفة من زيارة المسجد الأقصى المبارك. في هذا الخبر، منعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أمس المواطنين من سكان الضفة الغربية من الصلاة بالمسجد الأقصى بعد أن فرضت طوقا مشددا على بلدة القدس القديمة. وانتشرت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال على مداخل البلدة القديمة وأوقفت الوافدين إلى المسجد الأقصى ودققت في هوياتهم ومنعتهم من هم من سكان الضفة الغربية من الدخول. وقالت شرطة الاحتلال الإسرائيلية أنها أوقفت 321 من سكان الضفة واعتقلت 4 منهم، فيما أعادت الباقيين إلى الحواجز. واعتدت شرطة الاحتلال على المصلين في منطقة باب الأصباط وألقت قنابل الصوت عليهم، ما أدى إلى إصابة فتاة فلسطينية. نكمل إياكم على الأيام، والصحة تنفي تصريحات حول فقدان السيطرة على الوضع الوبائي. في هذا الخبر، نفت وزارة الصحة مساء أمس ما يشاع من أنباء حول تصريحات لوزارة الصحة أو وزيرة الصحة دكتور مي الكيلة بفقدان السيطرة على الوضع الوبائي في الضفة الغربية. ووفق بيان مقتضب للوزارة، قالت فيه: الأعزاء، لا صحة لما ينسب لوزارة الصحة مي الكيلة حول فقدان السيطرة على الوضع في الضفة الغربية. وهي تصريحات بخصوص الإغلاقات لا ينشر على القنوات الرسمية لوزارة الصحة والإعلام الرسمي، يرجى عدم التعامل معه. نكمل إياكم من صحيفة القدس دوت كوم وعلى موقعها الإخباري أو الإلكتروني كاريكاتير القدس، كان هذا يوم أمس الجمعة، حيث يرسم الكاتب هنا والفنان العالم يجسده بشخص يتنقل ما بين مخالب الموجة الأولى والموجة الثانية من فيروس كورونا.
ونكمل إياكم من الأخبار على القدس. الناطق باسم الحكومة ملحم اشتيا يترأس اليوم اجتماع للجنة الطوارئ لإعلان الإجراءات الجديدة. في هذا الخبر ذكر إبراهيم ملحم الناطق باسم الحكومة أن رئيس الوزراء الدكتور محمد الشتيه سيترأس اليوم اجتماعا عبر تقنية زوم للجنة الطوارئ الوطنية بحضور المحافظين الساعة 1 ظهرا للنظر في الإجراءات التي ستتخذها الحكومة في مواجهة حالة التفشي للسلالات المتحورة من فيروس كورونا. وأشار ملحم أنه سيتم عقبال الاجتماع الإعلان عن طبيعة الإجراءات التي ستتخذها الحكومة فيما إذا كانت ستمدد الإغلاق الحالي أو ستتخذ إجراءات جديدة أو العودة إلى الإجراءات السابقة، وذلك بناء على تقرير الحالة الوبائية والتقارير والتوصيات التي سنناقشها في الاجتماع. نكمل إياكم أيضا من القدس دوت كوم وهيئة الأسرى تمديد توقيف الأسيرة أنهار الحجة لثمانية أيام. في هذا الخبر أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين مساء أمس بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي مددت أمس الخميس توقيف الأسيرة أنهار سامي الحجة لمدة 8 أيام بذريعة استكمال التحقيق. ولفتت الهيئة في بيان لها إلى أن الأسيرة الحجة 25 عاما من رام الله والقابع حاليا في سجن هاشارون اعتقلت في 8 مارس أذار الحاري بالقرب من جبل الريسان غرب رام الله بذريعة والدعاء محاولتها القيام بعملية طعن. يذكر أن الأسيرة الحجة متزوجة وهي أم لطفل لم يتجاوز بضع سنوات من عمره، كما أنها حامل بالشهر الثالث. ننتقل وإياكم إلى الشأن الدولية ومن إندبندنت عربية. إدانة أمريكية فرنسية بريطانية ألمانية إيطالية لهجوم الحوثي على مأرب، حيث حضرت دول كبرى الميليشيات على اغتنام فرصة السلام عن طريق خفض التصعيد. هذه صورة أرشيفية نشرت على هذا الموقع، حيث تسعى ميليشيات الحوثي لانتزاع محافظة مأرب منذ الشهر. وفي تفاصيل الخبر أدانت دول غربية في بيان مشترك الهجوم الحوثي المستمر على محافظة مأرب اليمنية، مؤكدة أن التصعيد الذي يشهده اليمن في الأسابيع الأخيرة يفاقم الأزمة الإنسانية. وفي تفاصيل الخبر قالت حكومات فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وأمريكا أننا ندين الهجوم للحوثي المستمر على مدينة مأرب اليمنية الذي تسبب في مفاقمة الأزمة الإنسانية هناك. وتطرق البيان إلى اعتداءات الحوثية على الأراضي السعودية أيضا، مشيرا إلى أن التصعيد الكبير للهجمات التي تشنها الميليشيات ضد السعودية هي محط إدانة ورفض أيضا. نكمل إياكم من الأخبار التي جاءت أيضا في الشأن الدولية. وبعد هذا الخبر في هذا الخبر أيضا من إندبندنت، كورونا لن يمنع غرامي من الاحتفاء بالموسيقى. هذا الخبر الثقافي الذي جاء على إندبندنت عربية، حيث تتصدر ملكة البوب بيونسي السباق إلى الجوائز ب9 ترشحات. وكالمعتاد في كل عام جوائز غرامي حاضرة في جانب الفن والموسيقى، حيث بعد مرور نحو عام على الإغلاق الأول لقاعات الحفلات الموسيقية الأمريكية بسبب جائحة كوفيد-19 تحتفي جوائز غرامي يوم الأحد غدا بالموسيقى ونجومها في مقدمتهم بيونسي التي أسهمت حركة حياة السود مهمة في تحقيق نجاح كبير لإحدى أغنياتها الحديثة. وكان الاحتفال توزيع جوائز غرامي ضحية التأجيل جراء جائحة كسواه من الاحتفالات الأخرى، وستقام الأمسية هذه السنة بصيغة يشكل الطابع الافتراضي العنصر الأساسي فيها، وتتناول فيها العروض الحية والمقاطع المسجلة مسبقاً. ننتقل وإياكم إلى بي بي سي عربية والحدث الذي ضجت به العالم بعد مقتل جورج فلويد. وفي هذا الخبر جورج فلويد التواصل للتسوية بين مدينة مينيابوليس الأمريكية وأسرة القتيل بقيمة 27 مليون دولار. في هذا الخبر وكما جاء في على بي بي سي عربية، تواصلت السلطات المحلية في مدينة مينيابوليس الأمريكية لتسوية تتضمن دفع 27 مليون دولار لأسرة جورج فلويد الرجل الأسود الذي تسببت وفاته عقب القبض عليه في موجة احتجاجات في البلاد والعالم. ولقي فلويد مصرع بعد أن جثى ضابط الشرطة ديريك شوفين بركبته فوق رقبة الرجل الأسود الذي كان غير مسلح لمدة 8 دقائق و46 ثانية، وهو المشهد الذي سجل بعد سات الكاميرات وثار موجة من الاحتجاجات في البلاد والعالم. وقال فريق المحامين الخاص بأسرته بأن لحظة مقتل فلويد أطلقت العنان لرغبة عميقة ومطالبة لا يمكن إنكارها بالعدالة والتغيير، وجري الآن اختيار هيئة المحلفين لمحاكمة شوفين بتهمة القتل.
نحن إياكم إلى الأخبار الرياضية، وفي هذا التقرير على أرتي عربية ليفربول يحسم موقفه النهائي من بيع الفرعون محمد صلاح، حيث كشفت صاحبة إنديبندنت البريطانية في تقرير لها أمس عن موقف ليفربول الإنجليزي من رحيل هدافه المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وبحسب الصحيفة البريطانية فإن ليفربول منفتح على بيع العديد من نجومه هذا الصيف، لكن محمد صلاح ليس منهم. وأكد التقرير أن ليفربول ليس لديه أي نية لبيع صلاح، بل على العكس تماما سيكون أساسا لمشروع ريدز الجديد، وتفكر الإدارة بتعزيز الفريق بصفقات قوية للاعب بجانب صلاح. أخيرا ونكون معكم من آر تي، وفي هذا الخبر بيع سيارة بورش امتلكها الراحل دييغو مارادونا في مزاد بمبلغ غير متوقع. في هذا الخبر كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية يوم الجمعة عن بيع سيارة كان يمتلكها أسطورة كرة القدم الأرجنتينية الراحل دييغو مارادونا مقابل 578 ألف دولار بمزاد في العاصمة الفرنسية باريس. وذكرت الصحيفة البريطانية أن مارادونا قاد السيارة الفضية من طراز بورش 911 موديل عام 1992 إلى تدريبات والمباريات، حين كان يلعب في صفوف إشبيليا الإسباني موسم 92-93 في آخر مواسم احترافه في القارة العجوز. بهذا الخبر ننهي وإياكم جولتنا الإخبارية الصباحية، بعد وقفة قصيرة نكون معكم مع بداية برنامجنا، وتحديدا اليوم بمحطتنا صور من فلسطين، سنكون من وادي قانا. أهلا بكم مشاهدينا، أكيد مكملين معكم في محطاتنا. الآن نتحدث عن فوائد الزنك. ما عم بدأ انتشار فيروس كورونا كثير من الناس توجهت لأخذ الزنك، لا الصورة اللي متداولة أنه هو بعزز المناعة، لكن أهمية استخدام الزنك أو الحصول على الزنك باستشارة المختصين لحتى كمان له آثار جانبية ومحاذير كذلك. أكيد على يعني أنا بذكر حتى في بداية إصابتي بفيروس كورونا أول يعني ما قالوا لي خذ علاج او خذ مسكنات او شيء، على طول روح على فيتامين سي والزنك. فلنتعرف اكثر على فوائد عنصر الزنك واين يوجد في الاغذيه والاطعمه، تنضم لنا مباشره عبر تقنيه سكايب من بيت لحم رشا شواورة اخصائيه التغذيه. صباح الخير لك رشا. صباح الخير رشا، يسعد صباحكم علاء وآلاء، والحمد لله سلامتك علاء. الله يسلم قلبك يا ربي ما تشوف. أهلا وسهلا فيك رشا. بداية يعني خلينا نتحدث عن أهمية هذا العنصر وفوائد الزنك لجسم الإنسان. صحيح، هلا الزنك هو من المعادن المهمة جدا بالجسم، وحتى بتلعب دور جدا حيوي. هلا ابرز المهام او الدور اللي بيلعبه الزنك داخل الجسم، اول شيء انه هو بدخل بتكوينة البروتين اللي موجود طبعا بالجسم. احنا بنعرف انه الجسم مكون من البروتين اللي بدخل بتركيبه كثير من الاعضاء المهمه بالجسم، فبدخل بتكوينتها الزنك. الشغله الثانيه، اكثر من 100 ل 150 انزيم داخل الجسم اللي هدول طبعا مهمين جدا للعمليات الحيويه بالجسم، بدخل برضه بتركيبتها وبساعد بشغلها هو المعدن تاع الزنك. الصيت اللي طلع مع بداية كورونا للزنك داخل ليش؟ لأنه هو فعليا بيلعب دور بشغل الخلايا المناعية اللي داخل الجسم، فمن هون بصير في عنا علاقة قوية جدا بأنه الزنك بيحافظ وبيرفع وبيعزز من دور الجهاز المناعي داخل الجسم في وقايته من الميكروبات الفيروسات والبكتيريا وغيراتهم، فمن هون إجا فعليا دوره في رفع جهاز
المناعه، غير انه بيلعب دور بالنمو للجسم، خصوصا للاعمار الصغيره، للاطفال ومراحل النمو زي المراهقه، وكمان بيلعب دور في المحافظه على صحه الشعر والاظافر. فشوفي هاي المهام او كل هاي الادوار اللي بدخل فيها الزنك فعليا هي اشياء حيويه ومهمه للجسم، نعم فمن هون نحكي عن دوره المهم والاساسي. اكيد. رشا، لما بنتناول هذه العناصر الغذائيه دائما بنفكر بجانبين، انه ناخذها من مصدر طبيعي او اذا ممكن ناخذها كمكمل غذائي. في ظل جائحه كورونا والعديد من المصابين يمكن ما توفر انه او ما عندهم المعلومه اين يوجد الزنك، فذهبوا الى المكمل الغذائي. قديش مدى صحيه او صحه هذا المكمل الغذائي اذا ممكن يستخدموه لشكل طويل او مستمر، او انه ممكن يستغنوا عنه عن طريق اخذ الزنك من مصادره الطبيعيه؟ ممتاز. هلا الزنك الحلو فيه انه صح له دور مهم بالجسم، ولكن احتياج الجسم تقريبا هو بيكون 8 ل 11 ملي جرام للشخص. الرجال تقريبا بدهم 11 ملي جرام، السيدات اقل شوي بدهم تقريبا من 8 ل 9 ملي جرام. الشخص اللي بياكل الاكل متنوع، اللي بياكل كل المجموعات الغذائيه، لحوم، بقوليات، الحليب والالبان، اجمالا سهل جدا يغطي حاجه جسمه اللي حكيناها تقريبا من 8 ل 11 ملي جرام. ولكن في عندنا اشخاص مثلا زي الاشخاص النباتيين، او اشخاص عندهم مشاكل بالجهاز الهضمي، او حتى في عندنا اشخاص اكلهم مش متوازن ومش متنوع، فهون بصير في عندنا تخوف من نقص الزنك وبالتالي تاثيره على الجهاز المناعي. لهيك بدي احكي عن ثلاث شغلات هلا. بدي احكي عن مصادر وجود الزنك بالاكل، حتى انه الاشخاص اللي بياكلوا كل المواد الغذائيه والمتنوعه يتاكدوا انهم هم فعليا عم بياخذوه، وبدي احكي عن الفئات المعرضه للنقص، وبدي احكي عن المكمل الغذائي. هلا الاشخاص العاديين اللي بدهم ياكلوا الغذاء المتوازن والصحي، وين بيلاقوا الزنك؟ نعم بالضبط. اول رشا، عم نشاهد مجموعه من الصور كمان على الشاشه للمجموعات الغذائيه والمصادر اللي هي خلينا نقول اكثر المصادر الغذائيه اللي يتوفر فيها الزنك بشكل مباشر، وكيف كمان ممكن احنا نحصل عليه بدون ما يتاثر، يعني بدون ما يتغير في الطبخ او غيره. ممتاز. هلا وين موجود؟ زي ما شفنا بالصور، اجمالا شفنا واحد من المأكولات البحرية اللي هو المحار، يعتبر المحار من اغنى المأكولات بالزنك. المرحلة الثانية رح ارتبهم من الاكثر للاقل. المرحلة الثانية بيجي عندنا اللحوم الحمراء، شفنا بالصور اللحم الحمراء تقريبا اذا احنا بناكل شقفة لحمة 90 جرام احنا بنكون اخذنا 6 ل 7 ملي جرام زنك، يعني كمية جيدة. المرحلة الثالثة والمرتبة الثالثة بتحتلها الدجاج بمختلف القطع، صدر او الفخدة فيه زنك. بعدين بتيجي عندنا البقوليات، يعني انه احنا ما بنحكي كل يوم ناكل لحمه ودجاج، بس في عندنا البقوليات، يعني نص كوب تقريبا فيه 3 ملي جرام، زي العدس، زي الفاصوليا بكل انواعها، الفاصوليا البيضاء، الفاصوليا الحمراء، الفول، كلها هاي فيها نسبه من الزنك. بعدين عندنا شايفين بالصور المكسرات، اكثر شيء غني بالزنك هو الكاشو، فاحنا ممكن انه ناخذ الكاشو. هلا الدنيا ربيع والاغلب ممكن يطلع طلعات حوالين البيت او بالخضار، ممكن ياخذوا المكسرات كخيار لتعزيز المناعه، ويكون من ضمنهم الكاشو. يعني تقريبا احنا بنحكي عن كاشو فيها ما يقارب 1.5 ملي جرام من الزنك. بعدين يجي عندنا المرتبه اللي هي الحليب والالبان، هي مش مصدر للزنك ولكن انه فيها نسبه بسيطه من الزنك. بعدين تيجي عندنا الاشياء او الاكلات المدعمه زي الحبوب المدعمه وغيرها. نعم. هيك بنكون احنا رتبناهم من الاعلى للاقل. ما شاء الله عنك. رشا، لما بنحكي كمان على موضوع الغذاء او المصادر الغذائيه اللي موجوده، اللي بزيد عن حده ممكن يقلب ضده. هلا في حاله زياده نسبه الزنك، اذا انت قلت المعدل 11 للرجال او 8 للنساء، قديش ممكن انه يكون له اثار جانبيه، ونقصه كيف ممكن يأثر أيضاً على جسم الإنسان؟
ممتاز. هلا فعليا الزنك احنا دائما كاخصائيين تغذيه بننصح انه ناخده عن طريق النظام الغذائي المتوازن، ولكن في بعض الاشخاص ممكن يصير عندهم نقص، او زي ما قلنا مثلا الاشخاص اللي عندهم مشاكل بالقولون بالمعده زي مثلا التهاب القولون او السيلياك، او حتى الكبار بالعمر هذول بيكونوا معرضين اكثر لانهم يصير عندهم نقص الزنك، فممكن نلجا ولكن تحت استشاره طبيب نلجا للمكملات الغذائيه. هلا المكمل الغذائي ممكن نشوفه على شكلين، انه يكون على شكل مالتي فيتامين يعني زنك مع فيتامين ثانيه، هاي ما في كثير يعني تخوف لانه بتكون الجرع صغيره اجمالا والنسب من هاي الفيتامينز شوي قليله، ممكن انه الشخص يلجا لها طبعا بعد استشاره الطبيب. هلا الجرعه اللي بس حبه زنك لحال هون بتكون جرعه كبيره، فما بنفضل الا اذا كان في عندنا حاله طبيه واستدعاء طبي. إذا أخذنا زنك، يعني هلأ ممكن الناس عم تسمعنا وبتحكي إنه الزنك مهم وأساسي لتقوية المناعة وهيك، ممكن يروحوا على الصيدلية وسهل ياخذوه يعني ويبلشوا ياخذوه بدون استشارة طبيب ولا حتى إجراء فحص طبي. هون بصير في عندنا تخوف من زيادة الزنك بالجسم. زيادة الزنك بالجسم بتأدي على إنه يصير في عندنا تأثير على امتصاص المعادن الثانية، فممكن الشخص يصير معرض لإنه يصير عنده نقص مثلا في الكبد، أو حتى بصير يأثر على امتصاص معادن ثانيه، خصوصا اذا احنا بناخده عن طريق المكملات الغذائيه لانه زي ما حكيت هو جرعاتها بتكون عاليه. هلا الاشخاص اللي عندهم نقص بالزنك في مجموعه عوارض بتبين على الجسم، ممكن انه تكون تبين عندنا على شكل انه المناعه ضعيفه، يعني الشخص كل شوي بمرض خصوصا بالفئات الصغيره او حتى الكبار، يعني ممكن انه التعرض للامراض بشكل مستمر، هاي في عنا ضعف المناعة. الشعر والأظافر ممكن تكون عنا علامة. نعم، يعني على هاي النقطة تحديدا رشا، يقال إنه هذا العنصر أو معدن الزنك تحديدا هو عنصر الجمال، كتير بيأثر على نضارة البشرة، على الشعر، الأظافر، في كتير من السيدات كمان اللي بياخدوه كمكمل لحتى يقووا شعرهم أو يقووا أظافرهم، وكذلك يعني سواء بيأثر على البشرة ككريمات موجود فيها زنك أو حتى كعنصر غذائي. شو بالنسبة، شو ممكن ننصحهم للسيدات في هذا الموضوع؟ مظبوط، صحيح انه هو له علاقه بالناحيه الجمال، الشعر، الاظافر، البشره، حتى ممكن من عوارض نقصه يصير في عندنا شحوب بالبشره والتعب والارهاق لزياده. فعشان هيك زي ما قلت يعني النصيحه لهي الفئه انه ركزوا على الاكلات اللي فيها زنك، واذا حسيتوا انه مثلا قيمتوا اكلكم مش متوازن، مش عم تاكلوا المصادر اللي حكيناهم قبل شوي، او حسيتوا انه في مشكله بامتصاص الزنك داخل جسمكم، ممكن شوي نلجا للمكملات الغذائيه المالتي فيتامينز. بس دائما قبل ما ناخذ اي نوع من المكمل الغذائي نعمل ممكن فحص طبي، سهل جدا انه احنا نعمل فحص طبي، او ممكن نعمل تقييم تغذوي مع اخصائي، لانه برضه الزنك غير انه الناحيه الجماليه زي ما قلتي لا كمان مهم لالتئام الجروح، وحتى حتى لحاسه الذوق والشم، ممكن نقص الزنك ياثر يخلي الشخص انه ما يشم منيح او ما يحس بالتذوق بطريقه جيده، فمن هون بصير في عندي تقاطع مع اعراض الكورونا، فينتبهوا لهي النقطه. صحيح، يعني احنا ممكن انه اذا حدا فقد حاسه الشم او الذوق يكون عنده نقص زنك مش كورونا يمكن في لحظه من اللحظات، صح ولا لا؟ لا صحيح سعيد، لازم ننتبه لهي الاعراض، وكمان من المهم جدا التوجه للاخصائيين لانه كمان ممكن تكون اعراض مش للمعدن اللي احنا بنتخيل انه هو السبب. بس رشا اخيرا بما يتعلق بالاطفال، وذكرتي في بدايه الموضوع انه احنا بنتحدث عن اهميه الزنك لنمو الاطفال، قديش ممكن كمان يكون في اهتمام من الاهالي باعطاء اطفالهم الزنك من مصادر الطبيعيه اكثر؟ بالضبط. هلا دائما الاطفال احنا ما بنحبذ انه نعطيهم المعادن والفيتامينز على شكل مكملات غذائيه، بنفضل دائما انه يكون في عندي توازن غذائي، وبعدين الكميات اللي انا حكيتها يعني او احتياج الجسم جدا قليل، يعني اذا الام مثلا اعطت طفلها قطعه دجاج على وجبه الغداء، اذا اعطته كسناك بدل ما ياخذ شيبس او شوكولاته ياخذ شويه مكسرات سواء الكاشو او اللوز او الجوز، كلهم هذول فيهم زنك، ياخذ الخضره بمختلف انواعها،
يشرب مثلا كاسة الحليب، ياكل سمك بمعدل مرة لمرتين بالأسبوع. صح احنا حكينا الزنك موجود بالمحار أكثر شيء، بس برضه الأسماك الثانية التونة السلمون السردين كلهم هدول فيهم نسبة من الزنك. إذا كنا نعم. ضامنين إنه الطفل عم بياخذ أكل متنوع متوازن، صحيح. احنا هون شمالا بنحميه من النقص للزنك أو لغيره. شكرا لك رشا، شكرا لوجودك معنا في هذا الصباح، نتمنى لك نهار جميل، واكيد بتمنى يكون المشاهدين استفادوا من كل هاي المعلومات. شكرا لمعلوماتك، يعطيك الف عافيه رشا، واحنا بنكمل معكم مشاهدينا بمحطاتنا الصباحيه، وكالمعتاد الخط العربي له بصمه جميله جدا. صحيح، فبالك لما بيكون يعني يقترن بالقران الكريم. بالقران الكريم رح نتعرف على مبادره كتابه القران الكريم بخط اليد في المحافظات الجنوبيه مع زميلتنا خولة الخالدي، وتحديدا من طبعا رفح. احنا بنحكي من رفح، وهذه المحطه الجميله ايضا مع الخطاط وصاحب الفكره محمد ابو نعمه. نشاهد. يسعد صباحكم زملائنا اكيد، وصباح الخير لكل مشاهدينا ومتابعينا في برنامج فلسطين هذا الصباح. تخيل انك تقضي 7 سنوات من اجل ان تخط ايات القران الكريم بيدك وبمعدل 12 ساعه في اليوم. هذا ما فعله الحاج محمد ابو نعمه من رفح، والذي سنتعرف على تفاصيل حكايته لليوم من خلال برنامج فلسطين هذا الصباح، ابقوا معنا. هو المسألة بالنسبة لما فكرت أنا أكتب القرآن الكريم كان يعني خطي جميل، وحبيت أعمل إشي مميز يرضي ربنا في الأساس، ففكرت أخط بيدي كتاب الله، وحبيت يكون إشي مميز أيضا، واستخدمت الكوفية الفلسطينية في الإطار، كانت إشي مميز يعني ما حدش عمله قبل هيك. بالنسبة كمان حبيت إني أكتبه بالخط الكوفي أو تقريبا بالخط الكوفي، بس إلي لمسة فنية معينة بخطي، على أساس هو ممكن يكون أفضل من هيك في الخط، بس لكن عشان يبين إنه خط اليد فإحنا كسرنا الخط شوي على أساس يكون إشي مميز. المسألة بدأت هي بدها إرادة وتصميم، لانه اذا انت سبت الشغله هذه يعني مش في كثير ناس خطوطها حلوه كثير، لكن هي الاراده والتصميم هي اساس العمل. بالنسبة لي أنا بدأت في 2014، بدأت في الكتاب في A4 أخط فيه برسم طبعا وليس خط، إقلام بخط 0.5 مش 0.5 رفيعة، فهو رسم فهو أخذ وقت كتير. أما بالنسبة للكتاب الثاني وهو الكتاب اللي كان فعلا يعني هو مهدى أو حتى يعني من قبل ما يكتب، إني حبيت أنا أهدي الرئيس محمود عباس إشي مميز، لأنه هو شخصيا أنا بحترم شخصيته والكاريزما تاعت الرئيس، وهذا أقل شيء إحنا نهديه لسيادة رئيس دولة فلسطين أبو مازن. فهي كانت البداية مجمل، فحبيت أنا أدخل الكوفية الفلسطينية في الإطار. المسألة في الكتابة هي عشق، يعني واحد بيعشق الإشي، لأنه فعلا يعني الكتابة موهبة من ربنا، بتضل العشق في الكتابة. إحنا فعلا يعني متعب لدرجة أنه لما تقعد أنت أكثر من 12 ساعة متتالية تمام. وكمان في شغلة ثانية، الألم اللي في الأقدام والهذا في الوقت، يعني بصير تورم في الرجلين برضو. هذه المسألة عزيمة وإرادة اللي خلتنا إنه قرآن وكتاب الله.
مسألة روحانية، يعني الروح اللي هي اللي بتجسد الأمر هذا، يعني روح الإنسان لما تتجسد في أمر فبعشقه، وهذا يعني وكتاب الله وكلمات الله، يعني لو إشي تاني ما قدرتش أنا أكمل، بس عشان كتاب ربنا. وكمان هو الميز اللي فيه إنك ما بتقدر تخطأ فيه، يعني صعب، يعني ما له قصيدة ولا هو الحرف اللي إذا أخطأت فيه بدك تعيد من أول، فهو بده قوة تركيز، بده تركيز بشكل كبير، لأنه أي خطأ في أي حرف بدك تضطر تعيد كتابة الورقة كلها. في أولها أخطأت كثير كثير كثير، يعني ممكن كتابة، وهي موجود كتابة مصحف ثاني، يعني ورق أخطأت فيه عن جد. يعني هي كانت هذه أكثر إشي الصعوبات. وكمان هي المميز فيها أنه عدد يعني عدد السطور، هذا 15 سطر، فيش ما أول الآية آخرها، لازم بالترتيب. أحيانا بصدف عندك أنه سطر في القرآن 4 كلمات، أحيانا بصدف 12 كلمة، فهذا التنسيق هو اللي بيعطي صعوبة لك تصير تمد. يعني أحيانا بتلاقي في السطر نفسه 15 كلمة أو 16، وفي أحيانا أقل سطر 4 كلمات فيه، فبتلاقي صعوبة أنك التنسيق بين أنك مرة تكتب 14 ومرة 5 والمد فهي الصعوبة برضو إلها دور كبير كانت من المصاعب اللي بتواجه الإنسان في الخط. والله المسألة إنه الإنسان ترك بصمة في حياته، هذه البصمة انه يعني الحمد لله هي بتضل، انه ما ترك الدنيا هذه هباء، هو شغله مش هي شغله بحسوها الناس بسيطه، لكن هي مش بسيطه. انت بتحس انك خطيت بايدك كتاب ربنا، وهو يعني اول ما وصوا انه يكتب في السطور. اليوم كمان اجهزه الكمبيوتر والحاسوب غطت على المسائل هذه وابعدتنا عن المتعه بتاعت الخط، لانه اليوم الكمبيوتر ممكن يشكل لك أو الخطوط بأشكال معينة وبسهولة، تمام. وبس بتضل عاد كمان هذه العزيمة الأكبر، إنه وجود يعني الواحد موجود عنده كل هالمسائل هذه، ويبدأ قال يكتب بخط إيده. ببدأ من الفجر ولا حد الساعة 12 في الليل يوميا، وبقدرش أسيبه ولا يوم، حتى أثر على المناسبات، وأروحت على المناسبات، وأروحت على حتى يوم العيد. هذا فعلا فعلا والله إدمان، والله مش يعني القصة، هو بغض النظر انه جمال الخط او غيره، لكن بتضل المسألة روحانية. والله انا كان في عندي فكرة وكنت اسويها حتى في المصحف، وحسويها اني اعمل مصحف بشكل دولاب، يعني عن طريق بكرة يكون بشكل دولاب. إن شاء الله هذه الفكرة القادمة إن شاء الله، وحيكون بالألوان طبعاً، لأنه هذا مضطرين نعمل أبيض وأسود على أساس إنه إحنا تقيدنا بالكوفية الفلسطينية، وهو مزين، هو بالخط الكوفي ومزين بالكوفية، يعني سبحان الله يعني راكب مع بعض. بخصوص أجاني وفد واستلم المصحف لسيادة الرئيس، وكان الوفد من عضو مسؤول المحاكم الشرعية في قطاع غزة الأخ أبو محمد النجار، ومسؤول العلاقات العامة الأخ ياسر حجاج. هو له فضل كبير أنه في توصيله للأخ، واتصل للأخ محمود الهباش، سماحة الشيخ محمود الهباش، وفعلا بالنسبة للشيخ محمود العباش اتصل فيه فورا، والله فورا بعد ما بلغه، بعد 3 دقائق من تبليغ أنه في شاب فلسطيني عمل المصحف بخط ايده، وشكرني شكر عميق، وقال لي انا بعيد عن الرئيس، وان شاء الله غير ابلغ الرئيس بالهديه اللي انت حتقدم له اياها. وفيش تواني، يعني ما توانوش يعني في الموضوع. وبعد تقريبا فتره اجى الوفد
والحمد لله سلمتم الكتاب. الكتاب كمان الصندوق صنعته بإيدي يعني، واستلموا المصحف وكانت احتفالية جميلة، وأنا سعيد جدا، وكان نفسي أنا شخصيا أسلمه للرئيس بإيدي. يعني ربما هو أسلوب جديد، وذلك لتسليط الضوء أكثر على نوع الأزياء بدلا من التركيز ربما على العارضة ذاتها، وهي ربما أفكار جديدة أيضا تطرحها في الأسواق الموضة العالمية. لموضوع آخر، نغوص اليوم في حضارات وثقافات مختلفة لنتحدث عن هذه العادة الأندلسية القديمة، وهي اختيار المنزول أو القبر الفارغ، حيث يختارون أماكن قبورهم ويجهزونها وهم على قيد الحياة. المنزول هي عادة توارثها الأندلسيون منذ أن كانوا في الأندلس تاريخيا. لماذا؟ لأن وقتها كان فما محاكم التفتيش الإسبانية اللي هي تعذب في المسلمين، ويلقيوا بالجثة متاع الإنسان سواء كان جريح أو ميت. يعني هذه العادات المختلفة ولكنها يعني هي قديمة في الأندلس. نتابع إحنا أما من ثقافات أخرى بما يتعلق بذات القضية، قضية الموت، وهو أيضا الاحتفاظ بذكرى المتوفين من خلال الألماس الأزرق، وهو المصنوع من رفات الموتى بدلا من تخزين رمادهم بعد حرق الجثث، يجرى تحويلهم إلى الألماس. يعني هي تجربة مغايرة للمعتاد، ولكن قديش ممكن تكون هي متواجدة ليتم الاحتفاظ برماد الموتى من خلال الألماس، واللي هي المعروفة الجوهرة الأكثر ثمنا أيضا في العالم. ومن خلال نتابع لموضوع آخر من ضمن الفيديوهات اللي نشرها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هو قصة هذه المرأة الشرطية الهندية، وهي شرطية مرور بريكانا اسمها، كانت قد أنهت إجازة الأمومة فعادت لعملها مع رضيعها لعدم تمكنها من إرساله لأي حضنة أو توفير أي شخص لرعايته بسبب قيود كورونا، ما اضطرها لمواصلة عملها وهي تحمل رضيعها على كتفها. نتمنى أكيد لها السلامة ولرضيعها من فيروس كورونا. إحنا بسبب أيضا كورونا هناك خدمة جديدة توفرها سلسلة متاجر في روسيا من خلال إطلاقها نظام الدفع عبر بصمة الوجه. تتعرف طبعا على هذه التقنية أكثر من خلال هذا الفيديو.
يعني بسبب فيروس كورونا اختلفت العديد من التقنيات، سواء كانت عن طريق الشراء أو حتى التعاملات البنكية وغيرها، لتصبح يعني ما يصير في ملامسة ربما للأوراق أو للأغراض أكثر، أو حتى للنقود باعتبارها ممكن تكون وسيلة لنقل هذا الفيروس. على عموم، ختام الجولة لليوم بزاوية ثقافية وفنية وعرض من بحيرة البجع لراقصة الباليه الروسية إليميرا، خوفا على الطيور التي تعيش في البحيرة. يعني ربما أي شخص بيستطيع أنه يقدم مساعدة يشعر دائما أنه يستطيع تقديمها ولو بالبسيط، مثل هذه الراقصة التي تحاول هي أن تحمي الطيور التي تعيش في هذه البحيرة. بهذا أصل لختام هذه الجولة الصباحية من السوشيال، برجع لعند علاء وولاء. شكرا نورا، فعلا الفن رسالة. بخاف أحكي اسمكم، بخاف أخربش. الفن رسالة للإنسانية، دائما الفن وسيلة لنعبر فيه دائما عن أي تخوف من أي شيء، وأيضا كمان هو وسيلة ل اعطاء طاقه وامل. شكرا كثير لك. شكرا نوره، جوله لطيفه اليوم، واكيد مكملين معكم محطتنا مشاهدينا لان نتعرف على الاخوين عاشور اللذان يحافظان على مهنه الخياطه منذ 50 عاما. هذه الحرفة المهمة جدا واللي كثير يمكن من الناس ما طوروها. خلينا نتعرف عليها اكثر في هذه المحطة. تعلمت الصنعة من أخوي غسان في سنة 80، أول 80 اشتغلت فيه، تعلمني إياها، قعدت سنتين وأنا بتعلم وأتقنتها الشغلة، من 80 لليوم وأنا بشغل فيها. في أشياء مرات بتكون صعبة ولما تتقنها، يعني مرات بيجيني جوكيت ممزوعة بسويها وبخفيها، الزبون بيجي بيقول لي انت مبين ديل الجوكيت، يعني هذا من الجوكيت، طب وين المزع؟ اقول له اقلبها من جوا بتشوف المزع، من برا بتشوفوش. ومره واحد من السويد سويت له جوكيت كابوي وكيف عليها، وصار بده ياخذني معاه على السويد يفتح لي مشغل هناك واشتغل هناك، بس ما رضيتش. سبحان الله، الواحد ما بيقدرش يفارق ارض فلسطين، خلاص نقدرش نعيش برا فلسطين، وخاصة ريحة طيب ريحة. تعلمت المهنة والله الوالدة يعني حبت لي هذه الشغلة إني أتعلم خياط، فتعلمت خياط الحمد لله عند معلمي أبو حرب السلامة، علمني بإخلاص يعني. وبعديها انتقلت إلى مدينة ريحة، كنت أنا في القدس يعني عنده اشتغلت، ونزلت على ريحة هان فتحت محل شجعني فيه كثير الله يرحمه، فتعلمت الخياطة وأتقنتها يعني الحمد لله، ومهنة كويسة يعني مش لا بأس فيها، والحمد لله ربيت أولادي كمان من وراء المهنة هذه، وعلمت أولادي كمان وأخوي، فالمهنة كثير كويسة، إن ما بتغنيش بتصر الإنسان. طورنا مع السوق يعني كيف شو السوق مطلوب منه، مشينا مع السوق لأنه خف الشغل، البدلات تفصيل وكذا، دخلنا الجاهز فيها، مشينا مع السوق في تطور المهنة. يعني شو بده أصل الزبون بنطلون من أصله إياه، الرقعة موجود بهذا، موديلات مزعة كمان صرنا نرقعها، مشينا مع تطورات حركة الخياطة الصنعة هذه.
تأسست عليها، نزلتها جديدة يعني، نزلها يا أخوي وخلص صارت شقفة مني يعني. إذا حدا قعد ورا عليها على الكرسي بعرف إنه حدا قعد ورا الماكينة. هلا بعديها صار موديلات ماكينات حديثة، جاب لي هاي أوتوماتيك، قلت له بدي فترة لأتعلم عليها وتجري تأخذ عليها. يقول لي غسان يا زلمة اشتغل عليها، اتركها هديك، هديك إذا تركتها واشتغلت على هاي هديك تنساها، تعرفش تشتغل عليها بعديها. ليش؟ كل شغلها على الإجر هاي، يعني لا بتقطع خيطان ولا بتجرع أصابعك ولا إشي ولا بتشوف إلا الخيط هالقد. وبالنسبة للموديلات الخياط ما بكون عارف كل شيء، بس يشوف البنطلون بيعرف يسوي زيه. يعني كثير ناس كانوا يجيبون يقولنا بدي تفصلوني بنطلون من الموديل كذا، قلنا له عم يجيب لي البنطلون اشوفه بعيني عشان اقول لك يا يا لا. خلص احنا نشوفه على طول بنعرف كيف القصة تبعته وكيف الموديل تبعه بنعرف. الحرفة هاي بدها صبر وفن، وانا قعدت يعني مع اخوي اول ما فتح الدار تبعتنا أكثر من 6 أشهر ما نوصلهاش. دخلت برضو في شغلتنا كمان اللي هي الشغلات الجاهزة، البنطلونات الجاهزة، البدلات الجاهزة، يعني دخلناها في صنعتنا، يعني لأنه صنعتنا شوي تأثرت في شغل الجاهز، يعني دخلنا فيها الصنعة هذه الجاهز، بنطلونات، بدلات، قمصان، لأنه انحرفت شوي، خف شغلها، الخياطة وما الخياطة فيها خفت يعني الخياطة. تتميز هي بالفن والذوق يعني، لأنه بدها فن وبتعرف ذوق يعني، يعني إذا ما أنت مرتبتش الإشي البدلة مرتبة طبعاً هذه بدها فن وذوق. وزي ما قلنا لك انبساط الزبون هو أهم إشي كمان في المهنة هذه، الزبون ينبسط فيها. إذن كل الشكر لزملاء في مكتب أريحة على هذه النافذة، وكل التحية لكل شخص بحاول يحافظ على حرفته اللي كمان توارثها من أجداده أكيد. والخياطة يعني من الحرفة اللي مهمة جدا جدا، ويعني ممكن تكون مصدر دخل في كل الأوقات، حتى في ظل الجوائح ممكن تكون مصدر دخل مهم كتير. على كل بنكمل وإياكم فقراتنا، وذكرنا في العناوين على موضوع نصائح للتوقيف أو التوقف عن التدخين، هذه الآفة الخطيرة جدا اللي اليوم صار التدخين حتى جزء من البرستيج، صار جزء من كمان التقليد الأعمى. والجانب النفسي مهم جدا بما يتعلق بأنه أنا بدي أشر التدخين أو بدي أصير عصبي، بدي أصير مش لاقي إيش أتفشش فيه. حنتحدث أكثر مع ضيفنا في الأستوديو دكتور محمد الخواجة الأخصائي النفسي. صباحك. صباح الخير. صباح الخير دكتور. أهلا وسهلا فيك. الله يسلمك. طيب يعني الإقلاع عن التدخين موضوع مهم جدا وإله طبعا منافع على المستوى الصحي والمستوى النفسي، لكن حتى نقدم على هذه الخطوة ما الذي يلزم نكون محصنين نفسيا لحتى نقدر نكمل فيها؟ لانه للاسف بيصير دائما انتكاسات للشخص اللي صح. بيقلع عن التدخين بانه يرجع مره ثانيه. يعني زي ما حكيت موضوع الدخان هو عباره عن نوع من انواع الادمان، خاصه ماده النيكوتين والعادات اللي بيكون فيها الشخص اللي بترافق التدخين، هي مرض ادماني تمام، وبيلزم انه الشخص يمر في بروسس معين مشان يقدر يتجاوز هذا الادمان. احنا بنحكي العمليه ممكن يعني هيك مشان تكون الامور اوضح نقسمها لثلاث مراحل. المرحله الاولى واللي هي الاهم واللي هو سؤالك، اللي هو الدافعيه في البدايه اللي تدفع الشخص
انه يترك الدخان. المرحله الثانيه الاشياء، الشخص بس يترك الدخان بصير عنده شويه اعراض عصبيه، قلق، توتر، اعراض انسحابيه من النيكوتين، قله التركيز، صداع، كيف نساعده فيها. والمرحله الثالثه كيف ما يصير فيه انتكاسه، وانه بعد ما يترك الدخان بعد فتره يرد يرجع. النقطة الأهم واللي لازم نركز عليها اللي هي الخطوة الأولى اللي هي الدافعية، اللي هي إيش اللي بدفعني أنا أترك الدخان. أنا بكثير بيجي الناس على العياد، دكتور والله بحاب تساعدني أني أترك الدخان. أول سؤال بسأله إياه، طب أنت ليش بدك تترك الدخان؟ يا دكتور لأنه بضر ومش بضر ومصاري ومصاريف والأولاد والهاي. هلأ هذا بيكون جواب، ولكنه هذا جواب عام. هي الفكرة في الموضوع أنه أنا إذا كنت مقتنع في شغلة 100% ومتصورها وميك للجو عندي، هاي قطعا وحتما راح تأثر على سلوكي وتوجد أثر. ولكن غالبا هاي الأفكار بتكون موجودة عندنا حافظينها حفظ. يعني كيف الفرق بين الحافظ حفظ ومش فاهم؟ حافظ مش فاهم بكون أنا حافظها إنه بتأثر، ممكن تسوي سرطانات، سرطان الرئة، بتأثر على البشرة، الواحد بخطير بسرعة، بتأثر على القلب، جلطات، مصاريف، حافظينها. ولكن أنا مش متخيلها. شو يعني مش متخيلها؟ يعني ما قعدت بيني وبين حالي، ما قعدت فكرت وفكرت بوضوح انه فعليا انا هاي السيجارة اللي بدخنها راح تفوت على الرئتين، هاي الغازات راح تفوت على الرئة، راح تتغير من شكل الرئة، راح تصير رئة سوداء، راح تفوت على الشرايين، راح انجلط، راح اموت. انا هاي مش متصورها 100%. ممكن اكون حافظها. ما بفكروا فيها المدخنين، ما بفكروا في كل العواقب يعني، او هاي ممكن افكر فيها بس بكون بعيدة. حتى انا بدي اجي اقطع الدخان بكون نتيجة القوة الدافعية الخارجية، مش من جوا. هاي كيف بدها تصير من جوا؟ زي اي فكرة في العالم، زي اي تغيير سلوك او تغيير في 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 حياة الواحد، بلزم يكون الاشي نابع من جوا. كيف بده يكون نابع من جوا؟ عن قناعة. لا، الإرادة بتيجي بعدين، هي في البداية عن قناعة. كيف بدي أقتنع؟ بدي أقعد بيني وبين حالي. ليش؟ لأنه بعديها بطلع إشي ثاني، إنه طب ماشي أنا بعرف إنها بتضرني بس ما بديش أترك الدخان. بطلع إنه إشي ثاني، طب أنا ليش بديش أترك الدخان مع إنه أنا بعرف إنه بتضرني؟ ممكن يطلع عندي إنه شعور بالسلف هارم، بدي أذي نفسي لأنه أنا في عندي زعلان من حالي أو زعلان من المجتمع، أو إنه أنا مكتئب، أو في عندي إشي تروما، صدمة في الماضي قاعد بفرغ عن الدخان. يعني مسألة الأولى إحنا ليش حكينا بدنا نركز عليها أول إشي؟ لأنه الموضوع مش بهاي البساطة. أترك الدخان بتضر، أقنعتني خلاص هاي بدي أترك الدخان والدخان بضر، أو بدي أحوش وأحوش لشوية مصاريف الدخان. الموضوع مش بهاي البساطة، لأنه الموضوع بتعرف النفس البشرية فيها يعني كثير تعقيدات وكثير في مسائل، خبرات الماضي، الضغوط الحالية، نظرة للمستقبل، أشياء معينة كثير، وكل إنسان بيختلف عن الآخر. فنيجي نعطي الوصفة السحرية اللي بتخلي الواحد كل الناس يترك الدخان، هاي مش موجود. ولكن الطريقة السحرية اللي هي أقعد بيني وبين حالي، أقعد أتفكر، أراجع نفسي، أشوف أنا هذا السلوك بشكله بضر، ليش بضر؟ أشوف أنا مقتنع فعليا أنه بضر، أشوف فعليا أنه بفيدني أني أتركه. إذا اقتنعت فيها، طب أنا ليش مش تاركه؟ بدور على إشي ثاني اللي بمنعني أني أتركه. هذا اللي بغير الفكرة العامة لمفهوم وتأثر على السلوك، ويصير في عندي سلوك زي ما مرغوب فيه. لما نتحدث على موضوع أنه أي عادة بدك تقطعها مرة واحدة يمكن تكون صعبة، هل